إن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أسألكم بالله، هذه الآية ما تجلب محبة الله في قلبك؟ اسمع ماذا قال الله عز وجل بعدها: وهو الذي أحياكم. أحيانا الله عز وجل، والحياة متفاوتة فيما بيننا، ربما الشيخ بدر يحييه الله عز وجل 60 سنة، أنا ربما الآن ما أرجع لبيتي، ربما أحبابي في الله يحيين الله عز وجل 30 سنة 40 سنة، كل بأجله. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم. من الذي يميتنا؟ إنه الله.